Surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaq'atiha kadhiba, khafidatun rafi'ah, idza rujatil ardu raja'a wa musaddil himalu masaa kanat ma'an munbatha, wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mashmati ma ashabul mashama, wassabiquna assabiquna ulaika al-muqarrabun fi جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كم تللوا لمقن جزاء بما كانوا يعملوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحم وذل من حموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم مالئون منها البطون وشاربون عليه من الحم وشاربون شرب لهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون ورأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولولا ذكرهم أفرأيتم ما تحرثهم أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا ولولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقربين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم.